السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نورهان محمد إبراهيم كلينيكال مايكروبيولوجيست، وحلقة جديدة من The Life on a Petri Dish. والنهاردة هنتكلم عن البكتيريا الانترنسك ريزيستنس. والانترنسك ريزيستنس هي مقاومة البكتيريا الطبيعية لنوع مضاد حيوي معين أو مجموعة من المضادات الحيوية، وده من غير اكتسابها لأي طفرات أو جينات. طيب، هل في ميكانيزمز معينة للانترنسك ريزيستنس؟ الموست كومن ميكانيزمز هما نوعين، البورين لوس والافلكس بامبس. بالنسبة للبورنز، ودي عبارة عن القنوات اللي بيعدي من خلالها الانتيبيوتيك جوه الخلية، ففقدان هذه القنوات مش هيساعد ان الانتيبيوتيك يدخل جوه الخلية، فبالتالي هيصبح بلا تأثير. اما الافلكس بامبس، ودي بتمنع الاكيوميليشن بتاع الانتيبيوتيك جوه الخلية من خلال ان هي تتعامل معاه على انه unwanted material او مادة غير مرغوب فيها، فبتطرده برا الخلية فيصبح بلا تأثير. امثلة على الانترنسك ريزيستنس معانا مثلا كل الجرام بوزيتيف بكتيريا ريزيستنت للاستريونام، والجرام نيجاتيف بكتيريا كلها ريزيستنت للفانكومايسين، الانتيروكوكس ريزيستنت لكل السيفالوسبورينز الكليندامايسين، والامينو جلايكوزايدز ما عدا الهاي ليفل والترايميثوبريم سلفر، والكليبسيلا ريزيستنت للامبيسيلين، والسودوموناس ريزيستنت للترايميثوبريم سلفر والارتابينوس. طيب، هو انا ليه المفروض اعرف الانترنسك ريزيستنس؟ معرفة الانترنسك ريزيستنس هتساعدك في ثلاث حاجات. اول حاجة testing the appropriate antimicrobials، او انت بمعنى ان انت هتعمل تيست للمضادات الحيوية المناسبة لهذه البكتيريا فقط. تاني حاجة هتساعدك في ان انت تعمل identification للبكتيريا ازاي، وده ان احنا نقدر من خلال الباترن اوف ريزيستنس بتاع البكتيريا ان احنا نعرف نوعها او نعمل confirmation للidentification. تالت حاجة ان احنا هنavoid الانترنسك ريزيستنت antimicrobials في العلاج. طيب، هل في مرجع اقدر ارجع له اعرف منه الانترنسك ريزيستنس بتاعه الموست كومن بكتيريا؟ طبعا المرجع الدائم لينا هو ال CLSIM100 من صفحه 318 ل 328. هنستعرض مع حضراتكم كده الجداول، واول جدول هو جدول الانتيرو باكتيراليس، ممكن تاخدوه مثلا سكرين شوت عندكم عشان تبقوا يبقى مرجع ليكم. ودي تكمله جدول الانتيرو باكتيراليس، واهم حاجة ان احنا نبص في الفوت نوتس اللي تحت. ده جدول النون انتيرو باكتيراليس، واللي هما النون فرمنتر زي الاسميتو باكتر والبيركولديريا وسودوموناس والستينوتروفوموناس. ده جدول الستافيلوكوكس، وده جدول الانتيروكوكس، وختاما الانيروبيك بكتيريا. وبكده نكون خلصنا. شكرا لحضراتكم. لو في لحضراتكم اي اسئله تقدروا تكتبولي في الكومنتس او تبعتولي على رسائل الصفحه.